وكتدخلها للدار وكيجيك الخير. ها كينزل فيك الخير، ها كينزل عليك البركه، كيجي الله سبحانه وتعالى الخير، كينزل عندك ولد ولا بنت وكينزل عليك الرزق. كتشري واحد الطوموبيل وكتدخل عليك بالرزق. اذا الله سبحانه وتعالى دار فيهم الله البركه، دارها في التفريج، دارها في النساء، دارها في العتبات، دارها في الاماكن، دارها في انتم شوفوا واحد الوقعه حضرها الله سبحانه وتعالى، دارها القران العظيم مشي، داروا السجود داروا الركوع واحد الناس اخرى. بس الله سلامته العافيه دارها العكس ذلك، واحد الناس دارها السجود، واحد الناس دارها كذا، يعني البركه هذه الليله دار فيها الله سبحانه وتعالى البركه. باش ها ليله القدر خير من الف شهر، العباده فيها والذكر فيها والصلاه فيها احسن من 83 عام واربعه اشهر. دار فيها الله سبحانه وتعالى البركه، فيها يفرق كل امر حكيم. كاع الامور اللي كتبغي تنزل في الارض تكون هذا العام، هذا العام إذا كان الزلزال كيتكتب هاد الليلة، إذا كان الشتاء كتكتب هاد الليلة، إذا كان الجفاف كيتكتب هاد الليلة، إذا كان شي واحد غادي يموت كيتكتب هاد الليلة، إذا كان شي واحد غيزيد كيتكتب في هاد الليلة، كلشي كيدوز في هاد الليلة. فيها حجاج اللي غادي يحجوا، اللي غادي يشربوا زمزم، اللي غادي يتوب، اللي غادي يعصى، اللي غادي يتزوج، اللي غادي يطلق، اللي غادي يموت، كل ما كيطرى في الأرض. فيها يفرق كل أمر حكيم. امرا بالعدل. لذلك هذه الليله الانسان يكثر فيها من الدعاء. الدعاء اكثر من الصبر. الدعاء اكثر من اي حاجه في هذه الليله. امنا عائشه سولت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له الا صادفت ليله القدر، الا تلاقيت مع ليله القدر اش تقول؟ قال لها قولي اللهم يا رب انك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم يا رب انك عفو ونطلب الله سبحانه وتعالى اللي دار هذه الليله مباركه يجعلنا كذلك مباركه. الى شريتي الخضره تكون فيها البركه، الى عندك الفلوس في الجيب تكون فيها البركه، الى نعستي شويه يدير فيها الله البركه، الى حرضتي شويه يدير فيها الله البركه، خدمتي شويه يدير فيها الله البركه، جريتي شويه يدير فيها الله البركه. راه شحال ديال الناس كيجريو وكيدخن وكيجيب ولكن ما كيلقى والو، بركه ما كايناش. اذا كي غادي يقلب وكي غادي يطلب، يطلب الله سبحانه وتعالى يدير ليه البركه في العمر، في النعاس، في الجريه، في الوليدات، في المراه، في البهيمات، المازوت ديالك اللي كدير في الطوموبيل يطلب الله سبحانه وتعالى يدير فيه البركه. الفليسات اللي في الجيب يطلب الله سبحانه وتعالى يكونوا قليل ولكن تكون فيه البركه. المكان اللي نكون فيه تكون فيه البركه. اللي غادي نترافق نرافق الناس اللي فيهم البركه. فيها انا انزلناه في ليله مباركه. حتى الشتاء راه كتنزل الشتاء وقال لنا سبحانه وتعالى يصيب به من يشاء ويصرفه، وقال لنا في ايه اخرى وانزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. إذا اللي يطلب الله سبحانه وتعالى يدير فيه هو البركة. في الزمان، في المكان، في الوليدات، في النوم، في كل شيء. والحمد لله أن هذا المغرب ديالنا راه يمتاز، يمتاز بالبركة، راه فيه البركة. دول أخرى وبلدان أخرى واللي خرج البلاد راه غادي يشوفوا شنو واقع. مغربنا ما فيه بترول، مغربنا ما فيه غاز، مغربنا ما فيه حتى حاجة ورا من هاد الأشياء اللي هي كثيرة. ولكن الحمد لله الكرم والخير اللي كاين في هاد البلاد راه اللي خرجوا البلاد راه شافوا شنو كاين. لا الطبخ ديال المغاربه ولا الولائم ديال المغاربه ولا الكرم ديال المغاربه ولا الخير اللي عايشين فيه المغاربه راه ما كاينش في شي بلاد ابدا.
عندكم تظن بان بلدان فيها هاد الكميوات اللي كتشوفوا في المغرب، هاد الكميوات اللي كتشوفوا ديال المطيشه وديال البصله وديال التلاع وديال القرعه كيتساراو في المغرب، عندكم تظن بانهم كاينين في شي بلاد اخرى؟ هاد الاطعام اللي كتشوفوا الحكومات والخيرات ممدوده في كل بلاد، فين ما مشيتي تشوي فين ما مشيتي تاكل، عندك تظن بانه كاين في شي بلاد؟ راه مشينا لبلدان راه فيها البترول وصلنا بلاد، عندنا الفلوس ماشي ما عندناش الفلوس، فلوس كاينين ولكن ما صنعنا والو، ما صنع حتى شي حاجه. هاد البلاد راه الله سبحانه وتعالى دار فيها البركه، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. البلاد ديالنا راها محتاجانا، راها محتاجانا جميعا. البلاد ديالنا راها محتاجانا جميعا، كل واحد من الموقع ديالو. كنتي مهاجر، البلاد محتاجه ليك، جيب الدوفيز. كنتي فلاح، ما تخلي حتى خطوه ما تحطهاش، ما تخليش الارض ما تحطهاش. انتج مزيان، حرث مزيان. كنتي تاجر، كنتي طالب، كنتي فقير، كنتي استاذ، كنتي فلاح، كنتي مرخ، كيف ما كنتي راه البلاد محتاجه ليك. راه اللي قتل البلاد هو النحاس، هو النحاس اللي كيقتل البلاد هو الكسل، هو النعاسه. الناس اللي كينعسوا وما كيخدموش كيف ما كنتي، وتكون هي مدن، تكون مدن في الجامع، راه خصك تضبط الوقت. ولا ضبطت الوقت واديتي في الوقت راك عاونتي البلاد. نعم. الا كنتي امام احترمتي الاوقات ديالك في المسجد راك عاونتي البلاد. الا كنتي فلاح وكتفلح مزيان وكتحاول تجدد وكتحاول تزيد وكتحاول تقوي راك عاونتي البلاد. وتعاون على البذل والتقوى. اذا البلاد راه فيها البركه، غير تحرك. راه الله سبحانه وتعالى اللي ادى هذا الشيء للبركه. الله يجعلنا واياكم من المباركين. يا رب يا رب. الله يجعلنا واياكم من المباركين. الله يتقبل منا ومنكم الصيام. ويتقبل منا ومنكم القيام. الله يعتق في رقابنا ورقابكم ورقاب المسلمين اجمعين من الله. لئلا يجعلوا اخر عهد بيننا وبينه. اللهم يا رب لا يجعلوا اخر عهد بيننا وبينه رجلا كريما. ولنا سلطان امير المؤمنين محمد السادس. اللهم اجعله مباركا اينما حل وتحل. اللهم اجعل البركه فيه. اللهم اجعله مباركا. اللهم كن له حيث كان. واحفظه في الحل وفي الترحال. واحفظه في النوم والقلع. واجعل البركه يا رب في حله وفي ترحاله. وارزقه البركه يا رب في عمره. اللهم يا رب كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا رب إنا نتوسل إليك بجاه سيدنا محمد وآله، ونتوسل إليك بجاه القرآن وحفاظه، ونتوسل إليك بجاه البخاري ورجاله، ونتوسل إليك بجاه المغرب وأوليائه، أن تحفظ مولانا أمير المؤمنين، أن تنصره نصرا عزيزا، وأن تكون له وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا سليما. آمين. مطمئنا وسل إلى بلاد المسلمين. اللهم يا رب إخواننا في فلسطين، اللهم يا رب انصرهم. اللهم يا رب إننا نتوسل إليك في أحب الأسماء عندك، ونتوسل إليك بجاه سيدنا محمد أن تنصرهم على أعدائهم، وأن تكون لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا رب انك كريم عفو تحب العفو والرحمه. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح احياءنا وارحم اعدامنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الذين يتولوا شؤون هذه البلاد ويتولوا شؤون وأمور المسلمين في هذه البلاد على اختلاف أصنافهم ومراتبهم وأعمالهم، اللهم متعهم برضاك ورضا أمير المؤمنين، واجعلهم يا رب بطانة صالحة لمولانا أمير المؤمنين. اللهم انصرهم نصرا واخذلهم خذلا. اللهم أعن الأعمى. اللهم يا رب انهم تولوا شؤون عبادهم، وتولى يا رب ان تشغل اولادهم، وتولى يا رب ان تامرهم. اللهم يا رب كلهم امرهم نصيرا.
ومعين وظهيرا. اللهم صل على سيدنا محمد ورسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. على الصحيح ديالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.